ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج السرطان ليوم الخميس 3 فبراير شباط 2022. انت النهارده مش هتكون في المزاج، لكن اليوم ده هيكون في كده مزاج متوتر ومزاج مختلف لليوم ده. الاحداث اللي انت هتواجهها في الصباح ممكن تخليك مزاجي اكتر ومتردد اكتر، يعني انت في طبيعتك مش مزاجي خالص، لكن اليوم ده هيخليك تبقى مزاجي وهتبقى متردد كمان، فخليك حذر لان مزاجك النهاردة مش هيكون كويس خالص. ممكن تحصل فيه مفاجآت، ممكن تكون انت بطل الموقف في المساء اليوم ده، فخليك مستعد لأي مفاجأة ممكن تحصل في اليوم ده وهتسلط الأضواء كلها عليك. لكن عليك انك تاخد ايضا حذرك على ظهرك اليوم ومعدتك اللي ممكن يعانوا من الام كتيرة جدا وهيتعبوك اكتر، وممكن تكون مش عارف سبب ده ايه، خاصة اللي هيعانوا من الوجع ده مواليد 1 لـ10 يوليو تموز. خليكم حذرين على ظهركم ومعدتكم، في مشكلة فيها لازم تحلوها. فاليوم ده هيخليك مزاجي اكتر وخليك حذر من المواقف اللي انت هتتعرض ليها في المساء، ولازم تاخد حذرك صحيا. بالنسبة لك مهنيا هيسود محيط شغلك بعض الهدوء، وهتأجل قرارات انت كنت عاوز تاخدها في الوقت ده لوقت تاني، لبعد ما انك تنتهي من الامور البسيطة اول، فهتقرر انك تلتزم بالهدوء اكتر وتخلص الامور البسيطة اللي انت عندك دلوقتي علشان ترتاح، وهتأجل قراراتك الكبيرة لبعد ما تخلص. بالنسبة ليك عاطفيا هتبرز بعض القضايا العائلية اليوم، وهيكون فيها اهتمامات كتيرة جدا بأحد أولادك أو أحد أفراد أسرتك لليوم ده. ممكن تضطر انك تهتم بتصليحات منزلية او حتى غيرها، يعني النهاردة في اهتمام كبير جدا باحد اولادك او احد افراد اسرتك هيحصل، وهيكون في قضية لازم تحلوها مع بعض بخصوص الشخص ده. ممكن تضطروا انكم تاخدوا قرارات انكم تصلحوا حاجة في البيت بايظة وانت اللي هتصلحها. بالنسبة ليك صحيا اعمد النهاردة على انك ترتاح جسديا اكتر، وانك تخفف نفسك من الضغوط اللي بتكون دايما ملقاه عليك وعلى كتفيك قدر الامكان. اعتمد اكتر على الراحه الجسديه اللي ممكن تحس بيها اللي هتساعدك على انك تخفف الضغط اللي متراكم عليك قدر الامكان لليوم ده يا سرطان. بالنسبة ليك يا سرطان توقعات العشية الأولى مواليد 21 يونيو لـ1 يوليو. المناخ هيساعدك على إنك تسترخي، والكسل والأحلام هتستمتع بالحلاوة الحياة لو كنت قادر على إنك تسترخي هتسترخي. بالنسبة للعشية التانية مواليد 2 يوليو لـ12 يوليو، هيكون عندك حدس جيد جدا وكتير من الفطرة السليمة علشان تتعامل مع المواقف اللي هتكون مربكة في بعض الأحيان، أو حتى ممكن يكون فيها سوء فهم، فما تحسمش بسرعة كبيرة في تجاربك اليوم. بالنسبة للعشية الثالثة مواليد 13 يوليو لـ22 يوليو، لو سمحت للآخرين بأنك تعبر عن أنفسهم فيجب أنك تخفف الرومانسية من محادثاتك أو تصالحك مع أحد أفراد أسرتك اليوم، لكن السما هتواصل الضغط على مشاعرك وأفكارك وحتى حياتك بشكل عام. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيقضي القمر يومه في برج الحوت وهيتماشى مع نبتون اليوم، وهيجلب الحاجة للاسترخاء أكتر، أو إنكم تذهبوا مع الطيار النهاردة، أو حتى إنكم تقبلوا أو تسامحوا أي شخص. محطات عطارد وهيحصل فيها تحولات مباشرة الليلة بعد حركة رجعية كانت بترجع من يوم 14 يناير. خلال الأسابيع الجاية بيجب أنه تبدأ المشاكل الأخيرة المتعلقة بالاتصالات وصنع القرار في أنها تتحسن، والإجابات اللي أنت كنت بتنتظرها ممكن أنها تصل، وهيتم استئناف الخطط أو المشاريع اللي اتوقفت من فترة، ومع ده ممكن أنه تغمرنا الطاقة اللي هيصعب فهمها خلال نوبة اليوم ده، وبالتالي ممكن نتجنب أننا ناخد القرارات الحاسمة في الوقت الحالي ده، ولو أمكن أنه اليوم ده هيكون أفضل يوم علشان نستفيد منه بدلا من أننا ناخد إجراء. من الجيد أنه أيضا ما نتسرعش في المحادثات وحتى الملاحظات اليوم، فخلينا حذرين أكتر.
وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.